تمتلك روسيا أكثر من 6000 رأس نووي، وتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا، ويعرف هذا المخزون الضخم بالثالوث النووي الروسي. القوات النووية البرية تضم منصات برية ثابتة ومتحركة للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والفرط صوتي المجنحة وأبرزها سرمات، آخر الصواريخ البالستية الروسية إصداراً، قادر على حمل 10 رؤوس نووية ويستطيع تجاوز أي منظومة دفاعية. تتجاوز سرعته 24,000 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداه 18,000 كيلومتر. يارس تصل سرعته إلى 12,000 كيلومتر في الساعة، ويمكنه حمل 10 رؤوس نووية، كل واحد منها قادر على ضرب هدف مختلف. أفانغارد تصل سرعته إلى 30,000 كيلومتر في الساعة، وقادر على تغيير مساره أثناء الطيران. القوات النووية البحرية، وتشمل الصواريخ التي تطلق من السفن والغواصات مثل الغواصة قازان وسيفرادفينسك، إضافة إلى توربيدات نووية ذاتية الحركة بوسايدون، توربيد ذاتي الحركة يحمل رأسا نوويا تصل قدرته التفجيرية إلى ملايين الأطنان من مادة TNT الشديدة الانفجار، أي عشرات أضعاف قوة انفجار هيروشيما. التوربيد يمكنه أيضا إحداث تسونامي ضخم. سيركون صاروخ فرط صوتي تصل سرعته إلى 8,000 كيلومتر في الساعة، ويتجاوز مداه 1,000 كيلومتر. كاليبر صاروخ مجنح يصل مداه إلى نحو 4,000 كيلومتر. القوات النووية الجوية، وتشمل القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الفرط صوتية النووية. القاذفات الاستراتيجية الروسية Tu-22M3 قاذفة بعيدة المدى تتجاوز سرعتها 2,200 كيلومتر في الساعة. Tu-95MS طائرة تعمل بأربعة محركات ويصل مداها إلى 8,000 كيلومتر، تتجاوز حمولتها 10 أطنان من الأسلحة. Tu-160 تصل سرعتها إلى 2,400 كيلومتر في الساعة، ويمكنها حمل 40 طنا من الأسلحة. كبار المسؤولين الروس أعلنوا أن موسكو لن تسمح باندلاع حرب نووية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن رد روسيا سيكون فوريا ومدمرا على أي هجوم ضد